بسم الله الرحمن الرحيم. مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، قسم العلوم العامة، الصف الثالث، إعداد الأستاذ خالد زكريا، معلم العلوم الصف الثالث. اليوم طلابي الأعزاء مع المراجعة رقم 2 على مجموعة من الدروس. ستكون هذه المراجعة على الدرس السادس بالوحدة الرابعة، وهو بعنوان كيف يفيدنا المغناطيس. الدرس السابع بالوحدة الرابعة، ما استخدامات المغانط الفائقة وما مخاطرها. والدرس الأول بالوحدة الخامسة، أين توجد الصخور على الأرض. هيا معا طلاب الأعزاء سنقوم بحل مجموعة من الأسئلة، بعضها أسئلة اختيار من متعدد وبعضها أسئلة مقالية. هيا نبدأ معا طلاب الأعزاء. السؤال الأول، أي مما يأتي يمكن أن يفعله شخص يحمل جهازا يضبط دقات قلبه؟ هل A يستخدم هاتفا محمولا، B يحمل مغانط فائقة صغيرة في جيب قميصه، C يعمل في مصنع تستخدم فيه المغانط الفائقة، أم D يتعرض لماسحات التصوير بالرنين المغناطيسي؟ هذا طلاب الأعزاء الجهاز المستخدم في ضبط دقات القلب لبعض الأشخاص المصابين ببعض الأمراض الخاصة باضطراب دقات القلب. هذا الجهاز حساس جدا طلاب الأعزاء. الشخص الذي يضع هذا الجهاز، ما الشيء الذي يمكن أن يفعله بكل سهولة؟ هل A أم B أم C أم D؟ طبعا الإجابة الصحيحة طلاب الأعزاء هي A. A يستخدم هاتفا محمولا. أما B و C و D لا تنفع طلاب الأعزاء، لأن المغانط الفائقة تعطل هذا الجهاز وتؤثر على عمله، وبالتالي لا يستطيع هذا الشخص أن يكون قريبا أو يستخدم أي مغناطيس فائق، لأنها ستؤثر سلبا على هذا الجهاز. السؤال الثاني، تسير القطارات المغناطيسية بسرعة كبيرة جدا ويمكنها أن تطفو في الهواء فوق السكة الفولاذية، ما الذي يجعل القطارات المغناطيسية قادرة على أن تطفو في الهواء؟ هذه صورة طلاب الأعزاء، مخطط للمغانط للقطارات المغناطيسية التي تعتمد على المغانط الفائقة. لماذا هذه القطارات تتحرك بسرعة وتتحرك وكأنها تطفو فوق السكة الحديدية؟ هل A تحتوي السكة الفولاذية على مغانط لكن القطار لا يحتوي على مغانط؟ B الأقطاب الشمالية لمغانط السكة الحديدية تقابل الأقطاب الشمالية لمغانط القطار؟ C الأقطاب الشمالية لمغانط السكة الحديدية تقابل الأقطاب الجنوبية لمغانط القطار؟ أم D الأقطاب الجنوبية لمغانط السكة الفولاذية تقابل الأقطاب الشمالية لمغانط القطار؟ عندما ننظر إلى الصورة نلاحظ طلاب الأعزاء أن الأقطاب الموجودة في القطار وفي السكة متشابهة. لماذا؟ حتى يحدث تنافر كما شرحنا طلاب الأعزاء. هذا التنافر يجعل القطار يتحرك مبتعدا قليلا عن السكة الحديدية، وبالتالي لا يحتك بها وتزيد سرعته. فالإجابة الصحيحة طلاب الأعزاء هي B، الأقطاب الشمالية لمغانط السكة الحديدية تقابلها أقطاب شمالية للقطار. أما لو كانت الأقطاب مختلفة N و S أو S و N، سيحدث تجاذب واحتكاك ولن يتحرك القطار بسرعة. السؤال الثالث طلاب الأعزاء، لماذا تستخدم المغانط في الحواسيب؟ هل A لزيادة سرعة عمل الحاسوب بشكل كبير، B لتوفير الطاقة الكهربائية، C لتخزين البيانات، D كي يغلق هيكل الحاسوب بإحكام؟ هذا هو القرص الداخلي للحاسوب الذي يحتوي على مغناطيس. ما أهمية المغناطيس هنا طلاب الأعزاء؟ طبعا الإجابة رقم C تخزين البيانات. الحاسوب الموجود في القرص الصلب يعمل على تخزين البيانات. السؤال الرابع طلاب الأعزاء، أي العبارات التالية صحيحة علميا بخصوص المغانط الفائقة؟ هل A المغانط الفائقة غير مناسبة للاستخدام، B المغانط الفائقة قوى مغناطيسية ضعيفة، C دائما ما تكون المغانط الفائقة كبيرة الحجم،
أم دي المغانط الفائقة، مغانط لها قوى مغناطيسية قوية جدا. هذه صورة طلاب الأعزاء للمغانط الفائقة. ما الصفة المميزة للمغانط الفائقة طلاب الأعزاء؟ الإجابة رقم دي، المغانط الفائقة مغانط لها قوى مغناطيسية قوية جدا. هذه أهم صفة من صفات المغانط الفائقة. السؤال الخامس طلاب الأعزاء، أي الأشياء التالية تحتوي على مغانط فائقة؟ شيء به مغناطيس فائق، هل A الميكروفون، B باب الثلاجة، C ألعاب الأطفال، D الدراجة الهوائية؟ طبعا طلاب الأعزاء الذي يحتوي على مغناطيس فائق هو الميكروفون، وهذا مخطط طلاب الأعزاء للميكروفون من الداخل. نلاحظ كلمة ماجنتيك أو مغناطيس موجودة هنا، ويكون المغناطيس الفائق الموجود في الميكروفون في هذا المكان، والذي يعمل على تكبير وتضخيم الصوت. السؤال السادس طلاب الأعزاء، ما هي الصخور الأكثر شيوعاً في دولة قطر؟ هل A الصخر الرملي، B الصخر الجيري، C صخر الصوان، D صخر الجرانيت؟ طلاب الأعزاء، عندما نلاحظ العمال الذين يحفرون في الشوارع سواء لإنشاء الطرق أو شبكة الصرف الصحي، نلاحظ وجود هذه الصخور البيضاء التي تميل أحيانا إلى اللون الأصفر بجوار الحفر، هذا الذي يخرجونه من الأرض. وهذا طلاب الأعزاء الصخر الموجود والأكثر شيوعا والأكثر انتشارا في دولة قطر. ما اسم هذا الصخر طلاب الأعزاء؟ هو الصخر الجيري. الصخر الجيري هو أكثر صخر شائع وموجود في دولة قطر، ويكون بهذا الشكل كما هو موضح في الصورة. السؤال السابع طلاب الأعزاء، مما تتكون الصخور الجيرية؟ هل A الحمم البركانية، B الحشرات، C أصداف الكائنات البحرية، D الهياكل العظمية للحيوانات البرية؟ هذا طلاب الأعزاء مثال على أحد الصخور الجيرية. عندما ننظر إلى هذا الصخر ونركز في الصورة، نلاحظ وجود شيء يشبه الأصداف. إذا طلاب الأعزاء، مما تتكون أصلا الصخور الجيرية؟ تتكون طلاب الأعزاء الإجابة رقم C من أصداف الكائنات البحرية. الصخور الجيرية هي صخور رسوبية تكونت عن طريق تراكم أصداف الكائنات البحرية التي ماتت واندفنت على مر ملايين السنين. السؤال التاسع، السؤال الثامن، ماذا تسمى الصخور المنصهرة على سطح الأرض؟ الصخور المنصهرة على سطح الأرض، هل A اللب، B الوشاح، C القشرة، D الحمم البركانية؟ الصخور المنصهرة طلاب الأعزاء التي تخرج من فوهة البركان عندما يثور وينفجر هذا البركان، هذه الصخور المنصهرة ماذا تسمى طلاب الأعزاء؟ نعم، تسمى دي الحمم البركانية. الصخور المنصهرة تسمى الحمم البركانية. ننتقل الآن إلى الأسئلة المقالية. السؤال التاسع، ماذا تسمى نواة الأرض؟ ماذا تسمى نواة الأرض؟ هذا نموذج للكرة الأرضية طلاب الأعزاء. نعلم أن الكرة الأرضية تتكون من ثلاث طبقات، القشرة، الوشاح، اللب. القشرة هي الطبقة الخارجية، والوشاح الطبقة الوسطى، واللب هو الطبقة الداخلية أو مركز الأرض أو نواة الأرض، وهي شديدة الحرارة. إذا الإجابة طلاب الأعزاء، ماذا تسمى نواة الأرض الموجودة في هذا المكان؟ تسمى طبقة اللب. السؤال العاشر طلاب الأعزاء، قبل أن يخضع المريض لعملية تصوير بماسح التصوير بالرنين المغناطيسي، يجب أن تنزع عنه أشياء معينة. اذكر شيئين يطلب إلى المريض نزعهما قبل عملية التصوير. طبعا طلاب الأعزاء، نعلم أن جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي يحتوي على مغناطيس فائق، هو مغناطيس قوي جدا، وبالتالي الشخص المريض الذي يخضع لهذا التصوير يجب ألا يكون معه أي شيء مصنوع من مادة
مغناطيسيه من الحديد، من الفولاذ، من النيكل، من الكروم، ويجب الا يكون معه اي جهاز او اي شيء يحتوي على مغناطيس. اذا ما هي الاشياء التي يجب ان يتخلص عليها قبل ان يدخل الى جهاز الرنين المغناطيسي؟ لو كان معه عمله معدنيه، كان معه بطاقه بنك، كان معه ساعه، كان معه جوال، حزام معدني، اي شيء سواء كان مصنوع من ماده مغناطيسيه او شيء به مغناطيس، انا ساختار اجابتين. ساختار الا يدخل بالجوال، وايضا الا يدخل بالساعه التي تكون معه، لان الجوال به مغناطيس، وبالتالي قد يخترق هذا الجوال وتحذف من عليه البيانات. والساعه ايضا الساعات السمارت ووتش تكون بها مغانط، او الساعات الميكانيكيه يكون بها عقارب الساعه وتتاثر سلبا بالمغناطيس الفائق الموجود في جهاز الرنين المغناطيسي. اذا الجوال والساعه يجب ان يتخلص منهما قبل ان يدخل الى غرفه الرنين المغناطيسي. جزاكم الله خيرا طلاب الاعزاء، ونتمنى لكم مزيدا من التوفيق والنجاح والفلاح والسداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.